زيادة قناة عبرية، قناة 12 العبرية، نقل العربي 21، بلير توني بلير عقد اجتماعات سرية مع نتنياهو لبحث تهجير سكان غزة. هالنغمة هذه استمعنا إليها كثيرا، ولكن رغم الفشل العسكري وصمود المقاومة لا تزال هذا الحديث متواصلا. ما المطلوب اليوم لإفشال يعني خطة الجهنمية، خطة تهجير الفلسطينيين؟ ابتداء هو عندما قام الكيان الصهيوني بافتعال هذه الحرب العدوانية المجرمة على قطاع غزة لم يخفي أبدا هدفه ابتداء المتمثل في ضرورة تهجير قطاع غزة. يعني نتنياهو خاطب الفلسطينيين بشكل مباشر، وقادة أركان جيشه ووزراء، وخاطبوا الشعب في الفلسطيني في قطاع غزة، وطلبوا بشكل مباشر أن ينتقلوا من الشمال نحو الجنوب، أو ينتقلوا إلى قطاع غزة، إلى سيناء، يعني لفترة من الزمن، ثم يعودون وأخذوا يتهكمون. طبعا نحن نذكر أيضا رد المصري ورد السيسي آنذاك عندما قال لهم بأنه يعني ليش لماذا سيناء، يعني يذهبوا بهم إلى النقب ثم يتفرغوا لقتال حماس والجهاد في قطاع غزة ثم يعيدوهم مجددا إلى غزة. الهدف لم يكن مخفي تماما أبدا، يعني وحاولوا قدر الإمكان بالقصف، بالقتل، بتدمير كل البنى التحتية، بتدمير العمائر، بتدمير الممتلكات، أن يطردوا السكان من شمال قطاع غزة نحو الجنوب، إذانا بنقلهم من الجنوب نحو سيناء. لكنهم فشلوا فشلا ذريعا. يعني نجد حتى هذا اليوم نجد انه قسم كبير جدا، مئات الالاف من الفلسطينيين سكان الشمال، رغم كل المجازر التي حصلت بحقهم، رغم كل القتل الذي جرى بحقهم، نرى انهم صامدون على الارض. الان عندما ولكنهم يتحدثون عن التهجير الطوعي، هل ينجح هذا؟ فشلت هذه الخطة الآن، انتقلوا إلى الموجة الثانية الآن، الحديث عن فكرة التهجير الطوعي. والتهجير الطوعي هو يأتي في سياق التدمير الممنهج الذي حصل بشكل مسبق فيما يتعلق بالبنى التحتية وبالأرض وبالعمار وما إلى ذلك، بحيث يصبح قطاع غزة غير قابل للحياة، غير قابل للسكن. يعني الآن عندما تتحدث عن قطاع غزة وقد دمرت منه 70% من عمائره ومبانيه وممتلكات الناس فيه، عندما تحدث عن قطاع غزة بلا مدارس، بلا جامعات، بلا مستوصفات، بلا مستشفيات. لذلك هم جعلوا من قطاع غزة منطقة غير قابلة للسكن، غير قابلة للمعيشة. الآن الخطوة الثانية التي تلي ذلك ينبغي بالنسبة في تفكيرهم أن يتم التعاون مع بعض الدول الغربية، وتحديدا كندا وأستراليا وبعض الدول في أوروبا، أن يفتحوا المجال لمن أراد من الفلسطينيين أن ينتقل طوعا إلى هناك. طبعا هم يتوقعون أن الفلسطيني الذي لم يعني يهرب تحت القصف سيهرب من قطاع غزة بسبب أنه والله يعني الأرض الآن مدمرة والممتلكات مفتقدة. نعم. ولم يسمعوا تلك المرأة العجوز، ولم يسمعوا ذلك الشيخ الذي قال نحن نريد أن نعود إلى الشمال، إلى أرضنا، إلى ديارنا، حتى لو كانت مهدمة سنضع خيمة على الأنقاض بيوتنا ونعيش هناك، لن نخرج من هذا الوطن. والبارحة استشهد 10 عند العودة إلى الشمال، للأسف الشديد استشهدوا برصاص الاحتلال. نعم نعم نعم. طبعا هما الان يعني التعهدات نتنياهو هو ان لا يسمح لمن يعني اتجه نحو الجنوب ان يعود الى الشمال، لكن رغم ذلك اخي العزيز هناك مئات الالاف لا زالوا يسكنون الشمال. واليوم فقط راينا مشاهد لبعض الناس التي خرجت ربما عندما انسحبت الدبابات الاسرائيليه من اوساط الناس في مخيم جباليا وفي بعض الاطراف هناك الى الاطراف الخارجيه، راينا خروج كم هائل من الناس اخي العزيز، يبحثون عن التسوق، يبحثون عن البضائع، يشترونها من هنا وهناك حتى يكوتوا انفسهم. لذلك اعتقد انه هذا طبعا هذا في 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 منتهى خيالاتهم، في احلامهم ان يخرج الفلسطيني من ارضه. الفلسطيني جرب الهجره والغربه مره واحده، لن يعيدها ولن يكررها مره ثانيه، حتى لو كان يعني كما فشلوا فيه في القصف والقتل سيفشلوا فيه بالاغراء. يعني هم يحاولون الآن الإغراء الفلسطيني بالهجرة. نعم. وجواز سفر أجنب وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه سيفشلون، لكن حقيقة حتى نكون صادقين وواقعيين أيضا، لابد من إذا أردنا أن نضمن هذه النتيجة. هذا هو سؤالي. نعم طيب أستاذ زيادة، حدود الصمود الفلسطيني المطلوب. نعم. لدعم، لأنه كل شيء عنده حدود.
نعم واسمح لي نعم اعطيك نعم اكثر مجال لانه بعدين يبقى معي صوت. طيب هذا ما اردت ان اقوله، هذا ما اردت ان اقوله، انا اقول انه رغم على الرغم من انه هذه النتيجه اللي متوقعه والمتوخاه والمتامله، الا ان هناك عوامل اخي عزيز لابد من توفيرها حتى نمكن هذا الفلسطيني من الصعود على ارضه. اولا لابد ان يكون هناك اسناد عربي حقيقي لهذا الفلسطيني. يعني بعد هذا الدمار وبعد هذا القتل وهذا الإجرام الذي حصل في قطاع غزة، لابد أن تتضافر الجهود أولا فلسطينيا على الصعيد الداخلي، أن يكون هناك يعني وحدة واحدة فلسطينية، موقف واحد فلسطيني، صوت واحد فلسطيني، بمعنى داعي إلى تثبيت الناس والإبقاء الناس وتسهيل الحياة على الناس والضغط باتجاه أن يسهل كل ما يمكن على الأرض حتى يمكن الفلسطينيين من البقاء. هذه واحدة. اثنين، النظام العربي إذا أراد أن يتجنب مآسي ربما الآن هجرات جديدة ودخول في معارك جديدة، عليه أن يقف بكل إمكاناته مع الشعب الفلسطيني، يزود على الأقل أخي العزيز فيما يتعلق بالإمكانات المادية، فيما يتعلق بعد الإعمار، إسناد حكومي وشعبي فقط. نعرف طبعاً. انه التحرك طبعاً. العربي، الحركه العربيه ضعيف، رغم انه الحراك في اوروبا اقوى اليوم طبعاً. في لندن شوف الصور في الخلفيه، عفوا في اسطنبول، منذ الصباح مسيره مليونيه ابتدت هذه السنه، دعم كبير جدا في اسطنبول، وهذه الدعوه موجهه لكل العرب بكل الفعاليات المدنيه. لماذا النوم يعني؟ ماذا ينتظرون؟ هذا مما يدمي القلب والله يا اخي العزيز، هذا ما يدمي القلب. نحن نتحدث عن يعني أم عربية للأسف، يعني عندما نشاهد الشاشة هنا أو الشاشة هناك، وقد قسمت إلى 10 أجزاء تمثل كل جزء فيها مسيرة أو مظاهرة أو اعتصاما أو صاخبا جدا في عاصمة أوروبية، في الدنمارك، في هولندا، في بولندا، في كندا، في أمريكا، في كل مكان. ونجد في المقابل للأسف أن هناك أنظمة عربية تمنع يا أخي العزيز، تمنع المظاهرة، تمنع الاعتصام، تمنع المسيرة، تمنع رفع الصوت. وفي المقابل أيضا نجد شعوب قد استسلمت لقدرها ونصيبها وحالها، استسلمت لهذا الخنوع واستسلمت لهذا الضغط واستسلمت لهذا الردع الذي مورس عليها للأسف. يعني ماذا يعني أن يكون هناك شعب يموت الآن جوعا؟ وفعلا الآن كما تحدث اليوم برنامج الغذاء الأغذية العالمية يتحدث عن مقدمات حقيقية لمجاعة حقيقية في قطاع غزة، والشعب المصري الآن ب100 مليون نسمة يعيشون على حدوده. كيف يبرر ذلك؟ كيف يبرر الشعب المصري نفسه؟ هل يقول أن السيسي يمنعهم ويردعهم ويعتقل ويسجن؟ هل يستطيع أن نقول حقيقة ويعني نعم. ربما للمراقب بس دعني أقول هالكلمة، للمراقب حقيقة يعني وصلنا إلى استنتاج أنه حقيقة إذا كان هناك رجال في مصر فيبدو أن القوى التي متمثلة في الرجال هم اللي خلف السجون فقط، خلف القضبان فقط. أين بقية الرجال؟ أين تلك القوة التي كانت تتحدث وتزاود على أولئك الرجال خلف القضبان؟ يبدو أنه لم يعد هناك رجال إلا أولئك الناس الذين يعيشون خلف هذه القضبان. لذلك لابد أن كل من لديه شرف وكل من لديه نفس حر ونفس عروبة ونفس إسلام أن يخرج عن طوره، أن يكون له طوفانه الخاص ليتخلص من قبضة هذه النظم الإجرامية التي تمنع حتى التعاطف مع أخوه المسلم الذي يقتل على جانبه ويموت ويجوع ويجوع ويمزق وهو ينظر إليه للأسف، ويعيش يعني حياته اليومية بشكل طبيعي، ويراد له أن يعيش رأس السنة الميلادية وتطلق الفتشات هنا وهناك للتعبير عن السرور والسعادة. أي سرور وأي سعادة وأي سنة جديدة وأي عيد ميلاد سعيد يا أخي العزيز، وهناك 2.5 مليون فلسطيني عم يقتلوا وقتلوا ومزقوا إربا إربا، كيف؟ أي عام هذا الجديد؟ أي سعادة؟ أي هناء يعيش به الناس يا أخي العزيز؟ لذلك أقول لكل من هو لديه نفس حر في هذا العالم العربي والمسلم تحديدا، يعني دعونا من الأنشطة التنفيسية حقيقة ما عاد تنفع، حتى الأنشطة التنفيسية المظاهرات والمسيرات ينبغي أن يرتقي الناس. انظر ماذا حصل بمندب على سبيل المثال، عندما ارتقى البعض في أدواته في المقاومة وأدواته في رفض ما يحصل في قطاع غزة، كيف تجيشت الجيوش الآن على باب المندب وأصبحنا الآن على قاب قوسين أو أدنى من معارك تحصل في البحر الأحمر. بمعنى استقرار العالم كله ينبغي أن يكون على المحك إذا لم يستقر الأمر في قطاع غزة. لذلك أخي العزيز أعتقد أنه هناك أدوات لابد من تفعيلها من قبل هذه الشعوب العربية للأسف، التي للأسف كثيرون غافلون عنها. نعم.